أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. صلاتي أنك تتبارك من خلال هذه الحلقة. اليوم حديثنا عن موضوع في غاية الأهمية، عن القانون الذهبي. ما هو القانون الذهبي؟ وما الذي يميز هذا القانون؟ ولماذا يسمى بالذهبي؟ وعندما ندرس هذا القانون أقصد يعني كلمات المسيح في عظته على الجبل، رح نكتشف قمة هذا التعليم وسمو ورفعة يسوع المسيح، ولا سيما يسمو عن أي حكيم أو أي معلم في هذا الوجود. قول يتفرد فيه المسيح وحده، لم يقل هذا القول بالأسلوب أو الطريقة اللي قالها الرب يسوع المسيح. أنا بدعوكم معي حتى تشاهدوا هذه الحلقة، رح تكون سبب بركة لحياتك.